هيك لا في مازور لا في كهرباء، جايين على شدة، ما عندنا خبز ما عندنا أكل. يعني شو الحل شو الحل؟ لا كهرباء لا مي لا مازور. حتى مو بدنا نقعد بالشتاء بدنا نقعد، ما في غير الله. يعني شو قاعدين برا بالجور بالشوارع، لا أكل لا مي لا شرب. ليك العمار ليك شو صاير دارنا، دمرنا خرب بيوتنا، والطيارة عم تقصفنا والهوان عم يضربنا وما في شيء اللي عم يضربنا فيه. هذا حل؟ وين هاي اللجنة العربية؟ وين هاي اللي بتمشي لنا بالقادة؟ وين اللجنة العربية بتعملنا؟ أنت تجي تشوف الأهل شلون قاعدة؟ ها؟ ما في ليك قهوة شلون قاعدين؟ شلون هذا؟ عم يضربونا مغرع وكلهم شر الصواريخ القاسية في الهواء، كله عم يضربنا، طوق بيوتنا انهدمت. نسمع زر